النهاردة كريم ستورز بيقدم لك أعلى كاميرا كروب فريم من كانون، الكاميرا كانون ايوس R7، واحدة من أحدث وأقوى وأسرع وأفضل كاميرات كانون من الجيل الجديد من فئة الR. هنشوف مع بعض ديزاين البادي ونتكلم عن مواصفات الكاميرا في تصوير الفوتو والفيديو، وبعدين هنشوف تجربة الاستخدام وروعة النتائج. لكن قبل ما ندخل في أي تفاصيل، ياريت تشجعنا وتعمل لايك للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابع كل جديد. الكاميرا كانون R7 مميزة جدا في حاجات كتير، وبنلاقي شوية حركات جديدة من كانون من ناحية ديزاين البادي. البادي مصنوع بالكامل تقريبا من المعدن، ومحكم الغلق ضد الأمطار والأتربة، والهاند جريب عميقة، ومسكة الكاميرا مريحة جدا. حجم الكاميرا قريبة قوي من الكانون R6، لكن هنا البادي أصغر حاجة بسيطة، وأخف كمان في الوزن حاجة بسيطة. من قدام هنلاقي في الهاند جريب مكان استقبال الريموت كنترول، تحت على اليمين هنلاقي زرار تحكم زيادة، حواليه سويتش فتح وقفل الأوتو فوكس، فوق هنلاقي الإضاءة المساعدة للفوكس، وعلى اليمين خالص زرار خلع العدسة. في الجنب ناحية الهاند جريب هنلاقي باب لكارتين 2 ميموري من فئة الـ UHS2، ولازم تستخدم كروت سريعة عشان تقدر تصور فيديو بأعلى جودة، أو عشان تستفيد من سرعة التصوير المتتالي العالية جدا. في الجنب التاني بنلاقي كل منافذ التوصيل، فوق خالص مكان توصيل مي خارجي، والمكان ممتاز جدا بحيث ما يكونش قصاد الشاشة أثناء التصوير. تحتيه مكان توصيل ريموت للتحكم في الكاميرا، تحتيه مكان توصيل سماعات لمراقبة الصوت أثناء تسجيل الفيديو. على اليمين من فوق منفذ مايكرو HDMI هيسمح لك بتوصيل الكاميرا بجهاز تسجيل فيديو خارجي، تحتيه منفذ USB-C بيسمح لك بشحن البطارية أثناء وجودها في الكاميرا، أو حتى تشغيل الكاميرا بدون الاعتماد على البطارية باستخدام شاحن فيه خاصية الـ PD، أو استخدام الكاميرا في الستريمينج عن طريق توصيلها بالكمبيوتر. في الظهر بنلاقي فيو فايندر OLED بدقة 2.3 مليون نقطة، جنبيه سنسور لفصل الشاشة أثناء استخدام الفيو فايندر. جنبيه اختراع جديد من كانون هتحتاج تتعود عليه شوية في الأول، لأن كانون غيرت مكان الجويستيك اللي بيخليك تتحكم في مكان نقطة الفوكس، وعملت حواليه الدايل الثالث لتغيير إعدادات التصوير. وطبعا شاشة ممتازة بحجم 3 بوصة وبدقة 1.6 مليون نقطة. الشاشة بتلف وبتقدر تخليها مواجهة ليك أثناء تصوير الفيديو، وطبعا بتقدر تتحكم من خلالها في كل حاجة في الكاميرا عن طريق اللمس. من فوق هنلاقي مكان تركيب الفلاش الخارجي اللي بيدعم كل أنواع الفلاش المختلفة، جنبيه ضيل تغيير أنظمة التصوير. على اليمين في سويتش فتح وقفل الكاميرا واختيار نظام تصوير الفيديو، يعني هتنقل ما بين تصوير الفيديو والفوتو بسرعة. فوق شوية هنلاقي ضيل كمان لتغيير إعدادات التصوير، حواليه شوية زراير للتحكم في الكاميرا، وأخيرا زرار الشطر فوق خالص. من تحت هنلاقي مكان التركيب على الترايبود، جنبيه باب البطارية، والكاميرا بتيجي بموديل بطارية أحدث بسعة 2130 ملي أمبير، وده معناه إن عمر البطارية هيكون أفضل بشكل عام. كده خلصنا الكلام عن ديزاين البادي، نيجي للكلام عن مواصفات الكاميرا في تصوير الفوتو والفيديو. لو شلنا الغطاء اللي بيحمي السنسور هنلاقي سنسور بحجم APS-C بدقة 32.5 ميجا بكسل، والسنسور فيه خاصية التثبيت البصري اللي بيعادل أي اهتزاز أثناء التصوير اليدوي. وبأكد دايما على إن الـ R-Mount هو المستقبل. كانون أصدرت عدسات ممتازة جدا من فئة الـ R، سواء عدسات سعرها معقول ومناسبة لأغلب الناس، أو عدسات غالية وممتازة وخطيرة ملهاش مثيل عند أي منافس تاني. وطبعا تقدر تستخدم عدسات كانون القديمة عن طريق استخدام أدابتور بيشتغل بشكل ممتاز جدا. الكاميرا بتيجي بأحدث بروسيسور من كانون ديجيك إكس، وده معناه إن أداء الكاميرا بشكل عام هيكون سريع جدا وممتاز. قبل ما نتكلم عن أي مواصفات أو أداء، اتأكد الأول إن الكاميرا على أحدث فيرموير من كانون، وهو الإصدار رقم 1.3.1 بتاريخ شهر 3 2023، وده علشان تضمن ان الكاميرا فيها احدث امكانيات وهتدي لك افضل اداء في كل حاجة. الكاميرا كانون R7 بتتميز بالسرعة في كل حاجة، والكاميرا مخصصة لتصوير الرياضة والحركة السريعة. الدقة العالية للسنسور هتدي لك صور مليانة تفاصيل، والاوتو فوكس سريع ودقيق بفضل تقنية الجيل الثاني من الدول بيكسل اوتو فوكس، مع وجود خاصية تتبع العين للبشر والحيوانات والطيور، ونقاط الفوكس بتغطي السنسور بالكامل، ونادرا ما هتلاقي صورة أوت أوف فوكس.
حتى مع سرعة التصوير المتتالي اللي بتوصل لحد 15 فريم في الثانية باستخدام الميكانيكال شطر، وبتوصل لحد 30 فريم في الثانية باستخدام الإلكترونيك شطر، وسرعة الشطر بتوصل لحد 1 على 8000 من الثانية باستخدام الميكانيكال شطر، وبتوصل لحد 1 على 16000 من الثانية باستخدام الإلكترونيك شطر. يعني مش هتواجه أي مشاكل أبداً في تصوير الحركة السريعة. في المقابل بسبب وجود تثبيت بصري على السنسور هتقدر تقلل سرعة الشطر زي ما انت عايز في ظروف الإضاءة الضعيفة، ومع ذلك هتحصل على صور شارب جدا بدون أي اهتزاز في الصورة، وهتحصل على نتائج أفضل لو استخدمت عدسة فيها تثبيت بصري. وطبعا بسبب وجود كارتين 2 ميموري هتقدر تحافظ على نسخة احتياطية من كل حاجة بتصورها، ودي ميزة مهمة جدا بيحتاجها كل مصور محترف. نقدر نقول باختصار ان الكاميرا ممتازة في تصوير الفوتو، ومفيش نوع من انواع التصوير الا وكانون R7 هتكون ممتازة فيها، والكلام ده حقيقي ومش مجرد تطبيل وخلاص. مش هتلاقي كاميرا فوتو كروب سنسور افضل من الكاميرا كانون R7. نيجي لمواصفات الكاميرا في تصوير الفيديو، واللي قلناه في تصوير الفوتو هنرجع نقوله في تصوير الفيديو، بس في شوية مميزات حلوة في تصوير الفيديو عايزين نأكد عليها. اولا ألف مبروك والحمد لله إن ربنا تمم بخير، الكاميرا ما فيهاش حد زمني لمدة تسجيل الفيديو، وده معناه إنك تقدر تسجل فيديو بشكل مستمر لحد ما البطارية تفضى أو كارت الميموري يتملي، أيهما أقرب، ودي ميزة بيحتاجها كل مصور فيديو محترف. ولو جينا لجودات تصوير الفيديو هنلاقي إن الموضوع كبير، عشان كده محتاجك تركز معايا شوية. الكاميرا فيها 3 أنظمة لتصوير فيديو 4K، نظامين باستخدام السنسور بالكامل، الأول بجودة عادية من أول سرعة 24 لحد 60 فريم في الثانية، والتاني بجودة عالية جداً أوفر سامبلد من 6K من أول سرعة 24 لحد 30 فريم في الثانية، والتاني بجودة عالية جداً أوفر سامبلد من 7K من أول سرعة 24 لحد 30 فريم في الثانية. النظام الثالث بيعمل كروب على السنسور وبيصور 4K بسرعة 60 فريم في الثانية لكن بجودة عالية، وطبعاً الكاميرا بتصور Full HD من أول سرعة 24 لحد 60 فريم في الثانية، وفي خاصية تصوير سوبر سلو موشن فول اتش دي بسرعة 120 فريم في الثانية، وكل أنظمة تصوير الفيديو شغال فيها الجيل الثاني من الدول بيكسل أوتوفوكس. فوق ده كله هتقدر تصور فيديو 4K أو فول اتش دي بجودة ألوان 10 بت 422 لو سجلت على نظام HDR PQ أو باستخدام C-Log 3، ودي الأنظمة اللي هتدي لك أعلى دايناميك رينج وأفضل ألوان سينمائية في الفيديو. الأوتو فوكس دي قائمة منفصلة داخل المنيو عشان تقدر تتحكم في كل تفاصيل الأوتو فوكس زي ما انت عايز، عشان تحصل على النتيجة اللي انت عايزها حسب ظروف التصوير المختلفة. وطبعا كل اللي فات ده كان متوقع من كاميرا فلاكشيب من كانون. لو شغال تصوير فوتو وعايز كاميرا احترافية فيها كل حاجة ممكن تحتاج لها، فالكاميرا كانون R7 هي المناسبة ليك. ولو شغال تصوير فيديو وعايز كاميرا احترافية تطلع منها بأعلى جودة ممكنة، فالكاميرا كانون R7 هي المناسبة ليك. ولو شغلك في تصوير فوتو وفيديو كتير وبتنقل كتير ما بين الاتنين، فأكيد مش هتلاقي أفضل من الكاميرا كانون R7 عشان تعتمد عليها في كل حاجة. يعني من الآخر كده، الكاميرا كانون R7 غالبا هتكون مناسبة ليك، وتقدر تشتريها من كريم ستورز. ادخل على موقعنا وشوف سعر المنتج، وتقدر تتواصل معانا عن طريق صفحاتنا على السوشيال ميديا. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشارك الفيديو مع أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابع كل جديد.